طيب معايا كيكه فانيليا وهقول لكم مقاديرها برضو واحنا شغالين. معايا كوبايتين كريم شانتيه خام بدون سكر واختياري، لو عايزه تستخدمي بسكر استخدمي، بس انا بفضل اللي من غير سكر عشان بيكون القوام بتاعه يعني متماسك جدا جدا. طيب معايا كمان كوبايتين لبن مثلج، يبقى عندي الكريم شانتيه قد الماده السائله سواء لبن او مي. معايا كمان ربع كوبايه قشطه بلدي، عندك قشطه وش اللبن، قشطه بلدي انت جايباها جاهزه مفيش مشكله تقدري ان انت تستخدميها. طيب معايا ايه تاني؟ فواكه، مش اي فاكهه عندك، اي حاجه في درج الثلاجه تقدري تحطيها في الوصفه دي بكل سهوله وهتبقي جددتي في الفاكهه اللي عندك. معايا حليب مكثف بيتي مش شارينه جاهز، متفقين ان احنا بنعمله في البيت، طريقته بسيطه جدا. ومعايا شوكولاته بيضه، دي انا مش عارفه اذا كنت لسه هسه يا حزين بيها ولا هدخلها في الكريمه على حسب بقى ايه ما دماغي تجيبني واحنا شغالين. وباكت كريم كراميل، الكريم كراميل البودره بتاعته من غير كيس العسل بيدي طعم غني جدا للكريمه بتاعتي، يعني لو انا عامله بميه وكريم شانتيه وجيت زودت كريم كراميل بودره هيعلي الطعم معايا جدا جدا وسعره مش غالي. وطبعا فاكهه مشكله بقى زي ما قلنا اللي عندك. طيب ده كده طرد الكريمه بالفاكهه.